هناخد حضراتكم لمبادرة أخرى، وهي المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات المتقدمة، والحقيقة كان ليها فضل كبير على نماذج كتير جدا من المواطنين. على سبيل المثال واحد من النماذج دي المواطن محمد أبو غزالة اللي هيبدأ السنة الجديدة وهو معاه سيارة ميكروباص عشان تقدر تكون مصدر رزقه. خلينا نشوف محمد أبو غزالة قال إيه الكاميرا. صباح الخير يا مصر. اسمي محمد ابو غزاله. فكره المبادره انا سمعت عنها في الاعلان، من كتر ما سمعتها قلت اجربها، ففعلا خدت الخطوه وقدمت. الحمد لله ربنا كرمني، يعني حاجه من عربيه قديمه الفرق لعربيه جديده، طبعا فرق شاسع. برضو موضوع الغاز من موضوع الصرار توفير حاجه احسن، يعني برضو من عربية قديمة كل شوية أعطال، كل شوية مشاكل، كل شوية وجع قلب. طبعا لما يكون معك عربية جديدة يكون أحسن. عربية مثلا معك في أي مكان تروح بقى وأنت مطمن، ما أنتش قلقان حاجة تعطل، ما أنتش قلقان من أي مشكلة. طبعا أنا شايف المبادرة دي حاجة جميلة، وبرضو أي حد فعلا معاه عربية قديمة ويتكل على الله ويقدم مبادرة مش هيندم. طبعا لما شفت الإعلان فتوكلت على الله على طول، قدمت على طول، قدمت على طول على النت على طول. ففعلا يعني لما قدمت قعدت فترة برضو، فكنت متابع لحد ما جه بعتوا لي خصصوا مطار وشاسيه. فالحمد لله أول ما جاني قدمت أنا استلمت، روحت خدوا العربية القديمة وخدت العربية الجديدة، فتوكلت على الله برضه. فحتى فرق شاسع في الشغل، في الربح حاجة أحسن، وبعد ذلك برضه فايدة، يعني كلمة 3% مثلا في القسط حاجة جميلة، حاجة مغنيش هلاقيها صعب. طبعا المبادره فاهمني لما سمعت عليها المبادره جميله، طبعا كلمه فايده 3% دي صعب حد يلاقيها. النهارده عشان تجيب من معرض هياخد منك 50% فايده، فالنهارده بتتكلم 3% انت كده يعني بيديك العربيه كمان ما بياخدش منك فلوس، كله بيتقسط. حاجه خيال ما كانش حد يحلم بيها. والله انا بشكر اصلا اللي عملوا المبادره اساسا، وبرضه الفضل لوزاره الماليه طبعا موقفه مع الناس كلها. ولو في حتى تاثير من شركات السيارات، وزارة المالية بتتدخل على طول بتحل المشكلة وقتها.